بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام الجنائز. الحمد لله رب العالمين، قدر الآجال وحث على المبادرة بصالح الأعمال قبل الانتقال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شريعتنا ولله الحمد كاملة شاملة لمصالح الإنسان في حياته وبعد مماته، ومن ذلك ما شرعه الله من أحكام الجنائز من حين المرض والاحتضار إلى دفن الميت في قبره، من عيادة المريض وتلقينه لا إله إلا الله، وتغسيل الميت وتكفينه، والصلاة عليه ودفنه، وما يتبع ذلك من قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه وتوزيع تركته والولاية على أولاده الصغار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفاً لهدي سائر الأمم، مشتملاً على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، من عيادة وتلقين وتطهير وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن الأحوال وأفضلها. فيقفون صفوفاً على جنازته يحمدون الله ويثنون عليه ويصلون على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويسألون للميت المغفرة والرحمة والتجاوز، ثم يقفون على قبره يسألون له التثبيت، ثم زيارة قبره والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا، ثم الإحسان إلى أهل الميت وأقاربه وغير ذلك انتهى. أيها الإخوة، يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة من المعاصي ورد المظالم إلى أصحابها، والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت على غرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. رواه الخمسة بأسانيد صحيحة، وصححها ابن حبان والحاكم وغيرهما. وهادم اللذات بالذال هو الموت. روى الترمذي وغيره عن ابن مسعود مرفوعا قالوا: إنا نستحيي يا نبي الله والحمد لله. قال: ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أيها المستمعون الكرام، إذا أصيب الإنسان بالمرض فعليه أن يصبر ويحتسب، ولا يجزع ويتسخط لقضاء الله وقدره، ولا بأس أن يخبر الناس بعلته ونوع مرضه مع الرضا بقضاء الله، والشكوى إلى الله تعالى وطلب الشفاء منه لا ينافي الصبر، بل ذلك مطلوب شرعا ومستحب. فأيوب عليه السلام نادى ربه وقال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كذلك لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة، بل ذهب بعض العلماء إلى تأكد ذلك حتى قارب به الوجوب، فقد جاءت الأحاديث بإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالطعام والشراب. ولا يجوز التداوي بمحرم، لما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله أنزل الدواء وأنزل الداء، وجعل لكل داء دواء، ولا تتداو بحرام. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر: إنه ليس بدواء ولكنه داء. وكذلك يحرم التداوي بما يمس العقيدة من تعليق التمائم المشتملة على ألفاظ شركية أو أسماء مجهولة أو طلاسم أو خرز أو خيوط أو قلائد أو حلق تلبس على العضد أو الذراع أو غير ذلك، يعتقد فيها الشفاء ودفع العين والبلاء، لما فيها من تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وذلك كله من الشرك أو من وسائله الموصلة إليه. ومن ذلك أيضا التداوي عند المشعوذين من الكهان والمنجمين والسحرة والمستخدمين للجن، فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته،
قد جعل الله الشفاء في المباحات النافعة للبدن والعقل والدين، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم والرقية به وبالأدعية المشروعة. قال الإمام ابن القيم: ومن أعظم العلاج فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع إلى الله تعالى والتوبة، وتأثيره أعظم من تأثير الأدوية ولكن يكون ذلك بحسب استعداد النفس وقبولها. ثم التداوي بالأدوية المباحة على أيدي الأطباء العارفين بتشخيص الأمراض وعلاجها في المستشفيات وغيرها، هذا مما أباحه الله، وهو من التداوي بالأمور النافعة المباحة. وتسن عيادة المرضى لما في الصحيحين وغيرهما خمس تجب على المسلم لأخيه، وذكر منها عيادة المريض، فإذا زاره سأل عن حاله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنو من المريض يسأله عن حاله، وتكون الزيارة يوماً بعد يوم أو بعد يومين ما لم يكن المريض يرغب الزيارة كل يوم، ولا يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان المريض يرغب ذلك، ويقول للمريض: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، ويدخل عليه السرور ويدعو له بالشفاء ويرقيه بالقرآن، لا سيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين. ويسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير، ويجب عليه أن يوصي بماله وما عليه من الديون وما عنده من الودائع والأمانات، وهذا مطلوب حتى من الإنسان الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وذكر الليلتين تأكيد لا تحديد، فلا ينبغي أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى يدركه الموت. ويحسن المريض ظنه بالله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي، ويتأكد ذلك عند إحساسه بلقاء الله. ويسن لمن يحضره تطميعه في رحمة الله، ويغلب في هذه الحالة جانب الرجاء على جانب الخوف. وأما في حال الصحة فيكون خوفه ورجاؤه متساويين، لأن من غلب عليه الخوف أوقعه في نوع من اليأس، ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في نوع من الأمن من مكر الله. فإذا احتضر المريض فإنه يسن لمن حضره أن يلقنه لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وذلك لأجل أن يموت على كلمة الإخلاص فتكون ختام كلامه. فعن معاذ مرفوعا: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ويكون تلقينه إياها برفق، ولا يكثر عليه لئلا يضجره، وهو في هذه الحال. ويسن أن يوجه إلى القبلة، ويسن أن يقرأ عنده سورة ياسين، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. والمراد بقوله موتاكم من حضرته الوفاة، أما من مات فإنه لا يقرأ عليه. القراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على الذي يحتضر، فإنها سنة. فالقراءة عند الجنازة أو على القبر أو لروح الميت كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. والواجب على المسلم العمل بالسنة وترك البدعة. وفق الله الجميع لمعرفة الحق واتباعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.